الله نرجع شوي شكرا نرجع شوي شباب 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 ليش فكرت يا ماما ام كتاب يا والله ابن عارج دقيقه بس خلاص كذا طيب محمد سراد وش تقول اللي صوتوا لك وتستاهل الحمد والشكر والله اني مكلم اهلي وقال لهم لا تصوتون لكن بيض الله وجه كل من صوت لي لا من محبيني ولا من ربعي ولا من اهلي الله يبيض وجههم واقول يا مكثر اللي ودهم في مطيحي عطوه صوت شاب لكن لا طاحت عزومي ولا طحت واقول الاشخاص اللي يدورون مطلعي انا والله اني عليكم للتسعين عشان رميت العقال اللي ضربتك في عينك هذه هدية من تخيل العود شاب الوقف وقف